وائل جمعة مدير الكرة السابق في النادي الأهلي حرص على زيارة الفرقة. وكوادر الأهلي في المنصب ده يا جماعة كتيرة ومتميزة في كل حقبة. النادي الأهلي إداريا بيقدم نموذج كمدير كورة، ويمكن ده المكان اللي بتصنع منه الكوادر. خالد بيبو واحد من كوادر الأهلي في هذا المنصب، استحق عن عمله في الموسم الماضي جائزة أفضل مدير كورة في مصر، وحصل على جائزة ذا بيست. نشوفه. جائزة أفضل مدير كرة لعام 2024 الكابتن خالد بيبو. أنا مبسوط جدا طبعا إن أنا موجود معاكم النهارده، وأحلى حاجة في الدنيا إن التكريم، وكمان لما يكون للتكريم وانت سبت المكان دي حاجة بالنسبة لي ممتازة جدا وجيدة جدا. انا بس حابب اشكر الطاقم العمل اللي كان شغال معايا، وهم ناس بمنتهى الامانة اشتغلوا معايا بكل حب وبكل قوة عشان نقدر ان احنا نحقق اللي حققناه السنة اللي فاتت. كل الطاقم الاداري طبعا، كابتن سمير عدلي بقى وكابتن ماهر ووائل واحمد فوزي، يعني عايز يعني اذكر كل واحد بالاسم عشان الناس دي تعبت وعلموني حاجات كتير قوي في الشغل يعني. فانا بشكركم وسعيد ان انا موجود معاكم، وكل الناس اللي اتكرمت ولا لسه هيتكرموا مبروك ليكم. شكرا. الحقيقه كابتن خالد بيبو ده ربنا يكرمه، لانه ما زال يحرز الاهداف. يعني انت تذكر بعد اعتزاله وراح معانا اليابان، تكريما لمشواره الطويل معانا كان مسؤول في الاعلام، واللي عمله معاه مانو جوزيه وكرمه امام العالم كله في مؤتمر فاكر؟ قعد يبكي، قعد يبكي لحد ما رجعنا، ولو قلت له دلوقتي هيبكي تاني. فهو خالد بيبو يعني بيجد الانصاف. صحيح. الحقيقه يعني عشان الناس اللي كانت عماله تقول مشي وما مشيش، هي مساله فكر وتطوير. الاهلي اراد ان ياتي بمدير رياضي، فمش نتيجه رؤيه اوسع، مش ضروري التغيير يعني يبقى عقب فشل، بالعكس احسن تغيير تعمله في ذروه النجاح انك بتطور بقى. فكابتن خالد بيبو هذه لقطه للانصاف يستحقها تماما. الف مبروك يا كابتن خالد، ومزيد من التوفيق ان شاء الله تعالى في خدمه الاهلي من اي موقع.